المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في اولى حلقات برنامجنا الجديد همسات انسانيه. برنامجنا الفقره الرئيسيه فيه بتكون عن العلاقات المتشابكه بين قطبي الحياه الرجل والمراه. بصراحه انا اخترت النهارده اطلع معاكم باولى حلقاتنا بمشكله ايه، بس المشكله حقيقه اتكررت معانا، جات لنا رسائل كتير على الواتساب، هي مشكله الخيانه الالكترونيه. هي طبعا لسيدة عندها 38 سنة بتحكي قصتها معانا ان هي اتجوزت من شاب مفيش تكافؤ بينهم لا في المستوى المادي ولا المستوى التعليمي. المهم اتجوزته وانجبت منه طفلين والاولاد كبرت، وبعد كده حاولت ان هي تساعده واقترضت من والدها مبلغ من المال وفتح مطعم فعلا والمستوى المادي اتحسن جدا، الا ان الزوج ده لاحظت الزوجة ان هو بيتغير معها جدا وحست ان هو بيكلم واحدة على الفيسبوك واجهته، قال لها انا صاحب مطعم وبكلم اي سيدة اي بنت اي رجل عادي، الا ان حدثت المفاجأة بنته راحت لي المطعم وجدت والدها في وضع غير لائق مع سيدة، واجهته وهي منهارة قال لها دي اخت واحد صاحبي وانا كنت بحل معها مشكلة، بس البنت طبعا اتضايقت جدا وحاولت ان هي عايزة تروح لمامتها تقول لها، وقال لها هحرمك من المصروف، وهي فعلا البنت راحت قالت لمامتها وهي في حالة سيئة. الرسالة اللي جاية لنا على الواتساب بتقول لنا يا ترى اعمل ايه مع الزوج، اقول له واواجهه واقول له ان فعلا البنت جت قالت كده ويحصل صدام بين البنت ووالدها، ولا ان انا اراقبه؟ وطبعا انا مش هرد على الاسئله دي، اللي هيرد عليها معانا ناس متخصصين، معانا الداعيه الشيخ سمير البنا ومعانا دكتوره هاجر مرعي خبيره العلاقات الزوجيه واستشاري الصحه النفسيه. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين مع الدكتوره هاجر مرعي خبيره العلاقات الزوجيه واستشاري الصحه النفسيه، ونرحب بيها. اهلا بيك يا دكتوره هاجر. اهلا بيك يا سلامه. حضرتك طبعا سمعتي معانا المشكله الاولانيه عن الخيانه الالكترونيه وسؤال الزوجه هل ان انا اراقبه ولا ان انا اعمل ايه؟ هو الحقيقه ان موضوع المراقبه بيبقى بالنسبه للزوجه نوع من انواع الاطمئنان، ان هي شايفه انه انا مع الوقت هقدر اكتشف اذا كان رجع مخلص تاني ولا دي مره وعدت. هتحس لما بنقول لها توقفي عن انك تراقبي او انك تتابعي، احنا كده يعني زي ما نقول بنضحك على نفسنا، هو ده مش هيحصل. لكن احنا لازم نشتغل على قانون اخر، وهو ان احنا نحط عندها فكره بناء قانون الثقه بيننا الاول. يعني ايه اللي ممكن يخليني اقول انه زوجي لجأ لفكره الخيانه الالكترونيه، وهل هي مجرد خيانه ولا شكوك؟ في الغالب في بعض السيدات بتعتبر انه لو زوجها مثلا بيتعامل مع سيدات كتير في العمل انه بدل بيتكلم معاهم بيسال عليهم او في حوار متبادل، فده معناه ان في هنا خيانه، وفي ناس بتبقى شايفه حاجه بالفعل بتدل على وجود خيانه. فبالتالي المراقبه احيانا بتبقى معتمده على انه انا براقب علشان ادور على غلطه ولا فعلا في حاجه. هي لقيته بيتكلم مع واحده على الفيسبوك وحست ان هو متغير معاها، هي ايه حست بكده؟ تمام، يبقى احنا كده دخلنا في جزئيه انه في حد اخترق. تمام. بدل ما نجتهد في ان احنا ندور على دليل، احنا نبدا نناقش العلاقه الاساسيه. وخلينا نقول انه موضوع الخيانات له اشكال كتير عند الرجل. في بعض الرجال بيبقى شايف ان هو بيدور على بديل مؤقت لحل بعض المشاكل، او ان دي هدنه علشان المشاكل بيننا ما تتصاعدش، لكن هو مش ناوي يكمل. ده اعتقاده، لكن ده طبعا مش اعتقاد صحيح. بالتالي هي بتبقى محتاجه انها تفتش في الاسباب اللي ادت الى وجود الخيانه، او الاسباب اللي ادت ان هو بيقضي وقت كبير على الانترنت بيشوف فيه اجابات على حاجات هو محتاجها اكتر من انه يقعد يتحاور معاها، وخاصه موضوع التغيير ده معناه ان كان في تواصل وتوقف. تمام. فبالتالي احنا بندور في السبب ده الاول. يعني نقول لها اتجهي لفكره انك تشوفي السبب اللي ادى الى الخيانه، لو احنا اعتبرناها خيانه يعني، الى ان تجدي حل لده. توقفي عن المراقبه، شوفي العلاقه بينك وبينه الاول. ماشي. هي بتقول ان هي دلوقتي خايفه ان هي تواجهه عشان خاطر البنت بتمر بحاله نفسيه صعبه جدا. تمام. فهي تعمل ايه مع بنتها اللي شافت والدها في مشهد غير لائق؟ طيب احنا هنا دخلنا في الشق، وهو قدوه خلي بالك طبعا، احنا دخلنا في الشق تاني خالص، وهو ان احنا هنتعامل مع البنت معامله بره دايره ان احنا بنتهم الاب بان هو خاين. تمام. يعني بمعنى ادق احنا ممكن نتكلم مع البنت بشكل مختلف، ان احنا نقول انه اي حد ممكن يمر بازمه، العلاقات الزوجية بتمر بأزمات، احنا ممكن نكون في أزمة صعبة أنا ووالدك، أو بابا جي حكالي ان حصلت المشكلة دي، ودي علامة ان احنا الاثنين محتاجين نعدل شكل علاقتنا الزوجية. ونفصل جوه ذهنها فكرة انه بابا كزوج غير بابا كأب. علاقتك بيه كأب ملهاش دعوة بان هو كزوج عنده مشاكل مع الأم.
تمام. دي حاجه ودي حاجه، لان احنا كده هنأثر على صورتها تجاه الزواج، صورتها تجاه ثقتها في الطرف الاخر، وهي في مرحله عمريه حساسه، هي محتاجه بالظبط، فهي محتاجه ان تشوف ان الام بتتعامل مع الموقف بحكمه. ويفضل انه لو هي بتشتكي، يعني الام بتشتكي لوالدتها او بتحكي مع حد، يفضل ما يكونش قدام البنت. تمام. علشان نحاول نعدل الصوره تدريجيا، وان كان طبعا موقف البنت صعب جدا طبعا، لان هي اللي شافت وهي اللي شايفه. الله، لو رحتي قلتي لمامتك انا هحرمك من المصروف، يفضل ان الام تتفاوض كمان مع الاب، انه بعيدا عن الاحداث اللي حصلت، حاول انك تقول لها ان اللحظه دي كانت لحظه غضب مني او لحظه خطا، لكن انا مش هعاقبك، وان انا يهمني ان تكون صورتي كويسه عندك. في بعض المشاكل الزوجيه مهم جدا ان الام والاب يتنحوا عن المشاكل اللي منهم ويركزوا على تحسين العلاقه بينهم وبين اولادهم او بينهم مع الاولاد بالظبط، يعني نفصل ما بين ده وما بين ده، لان الاثار بعد كده هم اللي هيدفعوا ثمنها، لان الاولاد مش هيكونوا اسوياء بالشكل الكافي طبعا، مش هي برده مش هيطلع برده جيل فيه عنده يعني فيه عنده يعني نفسي يعني فاهمه نفسيا مش مستقر ومش محب للاستقرار، او حتى فكره الاستقرار بالنسبه له جمله ملهاش اي دليل بالزبط. بتبقى مقلقه، يعني انا هستقر، طب انا ممكن اتصدم بعدين، طب انا مر باللي مرت بيه ماما، ممكن يجي لها ازمه نفسيه او يجي لها صدمه نفسيه من الزواج عامه. صحيح، وده صحيح. فعلا في ناس كتير بتمر بكده، بتقول لك انا اتجوز ليه، طب انا كنت شايفاهم بيتخانقوا مع بعض، طب انا ما بحبش الرجاله، طب ليه بالظبط، ففي كده يعني فاحنا لازم نخلي مشاكلنا على جنب لحد ما نحل مشكله الصوره السلبيه اللي اترسمت للاب والام، وبعدين نبدا نرجع نشوف مشاكلنا هتتحل ازاي. تمام. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا الداعية الإسلامي الشيخ سمير البنا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. حضرتك سمعت معانا الزوجة ومشكلتها، وحضرتك هترد على التساؤل بتاعها، هي تعمل إيه؟ هل هي تراقبه ولا تقول له ولا إيه؟ تفضل حضرتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، فوالله ما طابت المجالس إلا بذكر الله تعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الخيانة الزوجية هي جريمة من أبشع الجرائم، لأنها نقيض الأمانة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين. هذه الأمانة التي أصلها هذا العقد الذي قدسه الله عز وجل في القرآن الكريم وسماه ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ، هذا العهد العظيم الذي بين الزوجين، يجب أن يحترم، ويجب أن يكون هناك أمانة بين الزوجين في التعامل بينهما. فإن خان أحدهما الآخر فقد وقع في ذنب عظيم. والخيانة نقول في عجالة ليست هي الخيانة بالفاحشة فقط، يعني في ناس كثيرة يعني الخيانة لها درجات، من درجاتها النظرة الحرام التي لا تجوز للزوج ولا للزوجة. تمام. حرم الله عز وجل حتى النظر الحرام، يعني الفاحشة. الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا، ما قالش ولا تزنوا، في الوقت الذي قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، القتل جاء بالمباشرة. أما في الزنا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا يعني كل ما يؤدي إلى الزنا ممنوع، من بداية النظرة. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تمام. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، أيضا للأمر للزوجة وللزوج. تمام. فالخيانة قد تكون بنظرة، بمجرد النظرة، أيضا بالكلمة. الكلمة، والله عز وجل قال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الأمر للنساء النبي ولكل النساء ولكل إنسان أن يقول المعروف وأن لا يخضع بالقول وأن لا يستميل أحد بكلماته. هذه الخيانة المنتشرة حاليا
أعزكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بهذا ومنذ زمن الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد، قال لعوف بن مالك رضي الله عنه أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني عد ست علامات وست أمارات لقيام الساعة، قال منها صلى الله عليه وسلم وفتنة تدخل كل بيت مسلم. هذه الفتنة يعني نفسرها ونؤولها بأنها هذه التكنولوجيا الحديثة، فيسبوك والنت والحاجات دي كلها وسائل من الفتنة. ما لم يبقى بيت مسلم إلا ودخله هذا الفيسبوك. ما فيش إنسان دلوقتي ما هوش موبايل، حتى الأطفال حتى الكبار في السن الكل بيستخدم هذه الوسائل. لكن حضرتك، نعود إلى سؤال حضرتك، ما الحل، ما العمل إذا اكتشفت الزوجة أو العكس، أو الزوج العكس إذا اكتشف أن زوجه يخونه؟ الزوج يطلق على الاثنين، على الزوج والزوجة. يبقى أولا نريد أن ننبه إلى أنه لا يجوز لأحد أن يختلس النظر في موبايل الآخر الخاص به، يعني ده حكم شرعي على فكرة. يعني إيه شيخ سمير؟ هذا من التجسس الذي نهى الله عز وجل عنه. يعني لا يجب على الزوج أن يراقب موبايل زوجته، ولا الزوجة أنها تراقب موبايل زوجها، إلا إذا كان هناك ريبة. يعني إذا كان في ريبة، في شك، يعني قام الزوج مثلا بالليل فوجد زوجته تتكلم في وقت متأخر بصوت خفيض أو العكس، هنا بقى في ريبة، يبقى يحل للزوج أنه هو يطلع أو يسأل أو يستفسر عن سر هذا العمل. لكن هو اكتشف او هي اكتشفت ان هو متغير معاها يا شيخ سمير، أيوة، او في علامات اكيده تدل على انه بيتكلم كتير في وقت متاخر من الليل، بيروح مكان كده ويحاول اول ما يشوفها يقفل موبايل فورا، او هي بالعكس. المطلوب ايه؟ المطلوب اولا ان تنصحه اذا اكتشفت، او هو اذا اكتشف هذا يجب عليه ان يذكرها بأن ذلك مما يغضب الله عز وجل ورسوله يغضبه، وهي بالعكس أيضا تنصحه نصيحة وتبين له أن ذلك أثره خطير، لأنه ربما يهدم الأسرة. ما هي وجهته وهو نكر كذب عليها، كدب. قال لها أنا رجل أعمال، يعتبر أنا صاحب مطعم، تمام، وانا بكلم اي واحده وبكلم اي واحد وبكلم كده، فهي خلاص يعني وثقت فيه لحد ما حصلت المفاجاه بتاعت البنت اللي شافت والدها يعني في مشهد مش طيب. كويس. احنا دلوقتي في مراحل عند اكتشاف هذه الخيانه الزوجيه، وزي ما قلنا الخيانه ربما بالكلمه او بالنظره وتنتهي والعياذ بالله بالفاحشه الكبرى. يبقى في البدايه اولا النصيحه والتنبيه ان هذا سيؤدي ويؤول الى هدم الاسره، وده هيبقى أثره ينعكس على الأسرة كلها ومنهم الأطفال. لم يرتدع أو هي لم ترتدع، يبقى إيه الحل بعد كده؟ يبقى الشكوى لأهل الزوج الخائن. يعني هتروح لإيه؟ لأهله. من قرايبه يؤثر عليه وممكن يقنعه بأن هذا عمل خاطئ وأنه يجب أن يلتفت إلى الأسرة وإلى مصلحتها. فده الخطوة الثانية مباشرة. نفترض هي راحت لأهله وقالت لهم، فقالوا له وهو مع ذلك أصر واستكبر ولم ينتهي ولم يرتدع. في حل ثالث، بنصل للحل الثالث، أنها تقول لأهلها. هي هتقول لأهلها بقى، فيجتمعوا مع أهله أو يجتمعوا معه ليكف عن هذا العمل. احنا قلنا ليه الأهل، أهله هو الأول، علشان ما نوسعش الموضوع، عشان ما نكبروش، عشان كل ما يكون الموضوع ده في أضيق الحدود بيبقى حله أفضل وأسهل، ويبقى ده نوع من الستر. هو لم يسمع كلام أهله، بنقول لأهلها بقى، أهلها يروح يقعدوا مع أهله يشوفوا حل للمشكلة دي. لم تنفع كل هذه الحلول، يبقى في الحالة دي هي مخيرة، تنفصل. أيوة، إن كانت تستطيع أن تصبر على هذا الحال مع كثرة النصح وكثرة وشايفة في أمل، يبقى تستمر في النصح والإرشاد وتذكره بالله عز وجل وتهيئة الجو الإيماني في البيت، ودائما ما تذكره بأن هذا يغضبه ويغضب الله عز وجل وينعكس سلبا على أسرته.
بالزبط. وربما أترضاه لأهلك، أترضاه يعني هي تذكره بقى، أترضاه لابنتك، أترضاه لأختك، النفسية. أترضاه لأمك. الأثار النفسية للأطفال الولاد كارثة طبعا. دي بنت في سن المراهقة وهي مش. منهارة، وكمان يعني ده والدها هي المفروض قدوتها، المفروض قدوة، هو بالنسبة ازاي تشوف قدوتها الله كده. يكرمك. يعني الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ده مطلوب من المؤمن ان هو وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع، فكيف اذا كان الراعي فيه هذه المثلبة وهذه المشكلة؟ اذا يجب عليها ان ان صبرت ووجدت ان هناك امل عليه ان تستمر في هذا النصح، ان لم تجد ففي النهاية من حقها شرعا وقانونا ان تلجأ الى القضاء لتطلب الفرقة بينها وبين هذا الزوج الخائن. يعني هي ما تراقبهوش ولا ان هي يعني ولا ان هي تواجهه، لا هي يعني هي تنصحه. ايوه هي طالما اكتشفت تنصح. لازم تبدا بالنصح الاول ثم اخبار اهله ثم اخبار اهلها ثم في النهاية تصل الى القضاء ليحكم بينهما. لكن عليه ان يعي ان هذا ذنب عظيم وخطر داهم يهدد أسرته، يهدد أولاده، وله أثر سيء على الأسرة وعلى المجتمع من بعد. احنا بنشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله هي قاعدة معنا وسمعنا، هي قاعدة